توك توك يا ابله، توك توك يا استاذ. يا رب يا تاخده يا تاخدني، يا طول ما انت مبرشم وعامل الدماغ دي مفيش زبون هيركب معاك. انت عارف اللي فيها، انا ماشي بالسجارتين عشان اليوم يمشي. يا ده انت بالسجارتين اللي بتشربهم دول ما بتعرفش تمشي اخر الشارع. بقول لك ايه، من غير حر روح هات لنا اي حاجه نشربها من الكشك. يلا. مالك انت يا عم العسل يا صغن؟ تعيطي ليه بس؟ اوعى يكون ضايع منك حاجه. لا يا عم، انا كنت واقف في العربيه يا ماما، ببص جنبي ما لقيتهمش. يعني ايه يا بنت بتبص جنبك ما لقيتهمش؟ هم كيسين قوطه؟ يا بنت بضحك معاكي، لو انت عارفه بيتك تعالي اركبه ووصلي. اه يا عمو انا عارفه البيت، بس معلش هتعبك معايا. عيب يا بنت اللي انت بتقوليه ده، ده انت زي اختي الصغيره. بس اهم حاجه ما اشوفكيش بتعيطي تاني، يلا عشان اوصلي. استنى خدني معاه. هو انت يا حبيبتي متأكدة ان بيتك هنا؟ ايوه يا عم، هو انا هتقول يعني عن بيتي ده؟ حتى كمان بابا، يا بابا يا بابا. بس الله يبارك لك يا عمنا، مش عارفين كنا من غيرك نعمل ايه. ربنا يبارك لك يا شيخ. يا عم من غير ما تتعب عينيك لوحدها بتتكلم، وبيني وبينك كده بتفكرني بواحد زميلي نسخة منك، فبيفوش اليوم كله بنفس اللغة بنفس الكاركتر. بس عارف اللي مزعلني ايه؟ ان الدماغ توصلك انك تنسى بنتك في الشارع، والحمد لله انها رجعت لك سليمه. ومين قال لك انها نسيب بنتي؟ انا قاصد ارميها في الشارع. قاصد ازاي؟ معلش انا دماغي بدات تلغوش وما بقتش فاهم حاجه. انا فاهمك يا عم، كل اللي حصل ده حوار وانت كلته. حوار ياما اللي انا كلته، مفيش منه الكلام ده. بس بالراحه على البيت، انزل التوك توك ده لزمني. وانا اللي نسيت اقوله لك اخويا ان على جثتي التوك توك ده يتحرك من هنا. ناصي بقى كده سيبني وتمشي وتخليني اركب توك توك غريب. انا فيه وانت فيه دلوقتي، التوك توك اتسرق مني ولازم يرجع. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اتسرق ازاي؟ عامة معايا اللي يجيبه لك. يا ده انت متاكد ان المعلم ده هيرجع لحاجتي؟ يا عم ده امن وامن المنطقه. اسكت. بص يا معلم، اقفل بقك، انا عارف كل حاجه. الصلاه على النبي، انا من ساعه ما شفته انا بقول لك ايه، حمله ولا مش حمله؟ يا عم عيب عليك، ده لسه لما يرجع لك الحاجه. بقول لك ايه، انت مش ضايع منك فردين شقلباص وفرد زغلول ومن غير ما تفتح بقك. فردين شقلباص وزغلول؟ بص يا عبده، هو مش مركز. ابوس ايدك يا معلم مركز. معلش لفت معايا، مش انت اللي بتاخد منك ازازه البل؟ ازازه البل؟ الله ينور عليك يا معلم، تحصلك معايا بعدين. نزل رجلك يا معلمه قدامي. فهو ده المعلم اللي هرجع لي التوك توك يا فقري. انا مش عارف المعلم خاب كده ليه. ايه ده؟ البت دي مالها بتعيط ليه يا عم؟ بنت مين اللي بتعيط؟ الله يخرب بيتك، هي دي اللي خدت مني التوك توك يا عم. ده عيله صغيره يا عم. طبعا انت فاكره الوش ده؟ عارفه لو ما خدتنيش دلوقتي وديتني عند ابوك هيعمل فيك ايه؟ هتعمل فيا ايه يعني؟ لا ما هو انا ما قلتلكيش، المره دي مش انا اللي هعمل، ناصر اللي هيعمل. لا لا والنبي خلاص يا عم، قول له ما يعملش كده وانا هوديك لبابا. خلاص يا ناصر ما تعملش حاجه، ولو عملت حاجه غلط هخليه ياكلك. يلا قدامي. يا بنت بقى لنا ساعه من نف، شكلي هرجعك الواد ناصر ياكلك. لا يا عم خلاص احنا قربنا على البيت اهو. بنت فريده، مين الواد ابو كتال اللي انت ماشيه معايا ده؟ كام ما بقول لك ما تمشيش مع عيال متسوله. وانت يا اخويا مخيلتك ان انا ماشي بكطايه ابقى عيل متسول؟ لا يا عم ما اصل انا نسيت اقول لك، اصل ده عمي اللي هو اخو بابا. ايوه زي ما قلت لك كده، انا اخو ابوها عمها. طبعا انت كنت خاطفها وراح تبيعها اعذار. خاطف مين يا عم انت؟ ده انا اللي مخطوف. المهم يا بطل، انا كنت عاوزك في حوار بدل ما تتاخد في الرجلين. ايه ده؟ صوتك ايه جايب اخر الشارع؟ هو انت؟ الصلاة على النبي، الحباب كلها متجمعة والتوك توك زي ما هو ما فيهوش حاجة. الحكومة وصلت عند مكان اللوكيشن اللي انت فيه.